أنتم تشاهدون برنامج الشارع السعودي، معي أنا صلاح الغيدا من قناة السعودية. السلام عليكم، هذه المقدمة اللي دائما نقولها في كل حلقة، لكن اليوم إحنا ما إحنا في الاستوديو، إحنا في وجهة فاخرة جدا 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 في الرياض، وحتشوفونها إن شاء الله بعد شوي. لكن عندي كلام كذا لازم أقوله لكم. إحنا الله يسلمكم جايين هنا لأن إحنا وعدناكم إن إحنا نصير المصدر الأول للمعلومة. إحنا الهوية البصرية حقتك اللي تشوفها إن شاء الله في كل المشاريع اللي تقيمها الدولة. عندنا تقرير منشور وموجود في جوجل إنه إحنا من الدول الأكثر أماناً في العالم. يلا من فضلك، جودة الحياة عندنا أصبحت اليوم الكل يشهد لها، نسينا البطايق البلاستيكية فصارت حياتنا أسهل. الزوار السياح يعيدون التجربة ويكررونها من جديد. عندنا يعني ملايين السياح يفدون إلى المملكة العربية السعودية بسبب الأنشطة اللي رؤية 2030 تقيمها، ومنها موسم الرياض في الرياض. لذلك جاء الاستثمار في الوجهات. إحنا في فيا رياض، الله يحييكم. كان فخم والجو ما شاء الله والقهاوي وكان جدا رائع. يعني تقريبا عشان موسم الرياض من ضمن المشاريع السعودية بعد. والله هذه شيء جميل صراحة في منطقة الرياض والمشاريع السعودية القائمة واللي تبهر العالم والشرق الأوسط. شيء جميل صراحة أنك أنت تطلع وأنت العائلة أو أنت أخوك أو أي أحد من الأصدقاء تشوف المنظر الجميل صراحة، أنه شيء يشرح الصدر صراحة. المكان يوم جيته صراحة أبهرني مرة، واللي علمني عليه والله صديقي. ما شاء الله فيا الرياض مرة جميل ومرتب وراقي، كل تفاصيله ما شاء الله مرة حلوة، وطبعا جديد علينا بس الحمد لله، يعني ما في قصور في الأماكن الثانية اللي انفتحت عندنا. هو أجدد مكان فخم في كل الرياض، الناس كلها حابته وحابة الطابع فيه، طابع مرة مختلف عن باقي الأماكن. الناس تيجي حتى حابة المكان، حابة الفاين داين اللي فيه، حابة الكافيز، حابة الأجواء غير عن أي مكان. أهلا بكم، إحنا في أحدث وجهة عصرية فاخرة في العالم. الشعب السعودي يستحق هذه الوجهة، مشروع كل شيء فيه من الآخر، مشروع أنتم بتشوفون أنه ذوق. ليه؟ لأن الشعب السعودي ذائقته جدا عالية. وعلى طاري الذوق، ما نقدر نروح فيا رياض ما نستضيف معماري عشان يفك لنا الرموز الجمالية اللي احنا قاعدين نشوفها الحين. احنا وعدناكم في الشارع السعودي انه احنا نصير مصدرك الاول للمعلومة عن مشاريعنا. مشاريعنا احنا اولى فيها في قناة السعودية ان احنا اللي نعلم الشعب السعودي المعلومة الصحيحة. خلوني ارحب بالمهندس محمد بن عودان وهو معماري. مهندس محمد الله يحييك. الله يحييك يبقيك. الله يحييك ان شاء الله. عساك بخير. هلا وغلا، شرفتنا يا حبيبي. الله يسلمك ويشرفك. ايش رايك في الاناقه هذه اللي تشوفها؟ ما اقدر اكف عن اني اتكلم عن جماليه اللي احنا قاعدين نشوفها. شيء وفتره نحمد ربنا ان نكون موجودين فيها. صحيح. يعني لما نجي نتكلم عن مباني مثل هذه نقدر نتكلم بشكل جميل عن العماره السلمانيه. صح. ايش رايك فيها؟ انا والله شوف، العماره السلمانيه انا يعني عرفتها انها هي الجاذبه، يعني اول ما تشوف عماره جميله قالوا هذه العماره السلمانيه. لما نتكلم عن العماره السلمانيه نتكلم عن عالم فريد بين الابداع والتصميم المبتكر، يعكس توازن جميل بين اصالته وبين مرونته، ودائما يستمد بالثقافه والموروث التراثي للمملكه، وبنفس الوقت ما ينسى الابتكار والتقنيات الحديثه، وهذا من ملامحه في أماكن كثيرة في المدينة نقدر نشوفها. على سبيل المثال من منطقة قصر الحكم إلى ما نوصل قصر طويق في غرب الرياض،
وبنفس الوقت نتكلم عن مشاريع كثيرة قائمة في الفترة الحالية تحت الإنشاء، مثل مشروع بوابة الدرعية، حديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي وغيرها، مشاريع كثيرة. فهذا بكل جمالية إيش هي العمارة السلمانية. طيب لما نجي ندخل بالتفصيل عن كيفيتها وكيف أثرت على المملكة وعلى الوطن، بالأساس العمارة السلمانية هي امتداد لجهود الملك سلمان حفظه الله لحفاظه على الموروث الثقافي في منطقة الرياض. منطقة الرياض بدت في أساسها على احتياجات الإنسان، صحيح، وعلى المواد المحلية الموجودة المتوفرة عندنا، وهذا بأساسه انعكس على اللي احنا قاعدين نشوفه الآن. عمارة السلمانية الله يسلمك، أنت عرفتها كمعماري، صحيح، وأسهبت فيها وأعطيتنا أمثلة من قصر الحكم إلين فيا رياض، الوجهة الفاخرة العصرية الجديدة في العالم اللي احنا نشوفها الآن. أعتقد أن اللي يجذب الناس، لأنه احنا قابلنا بعض الجمهور يجي مرة ومرتين وثلاث وأربع، هذه اللي جذب عينك هذه العمارة السلمانية. مهندس، كيف استلهمت الرياض هذا النموذج في البناء؟ هي استلهمته من موروثها الثقافي، من بيئتها المحيطة، ما بعدت عنها. يعني كل اللي قدرنا نسويه أن نوفر نقاط أساسية بالاستدامة، فقمنا نحاكي مشاريع مثل هذه اللي احنا قاعدين نشوفها بالمواد الموجودة عندنا وبموروثنا، ما طلعنا عنها. يعني لما نجي نشوف مباني مثل هذه المباني تمثل جبال طويق، ونشوف واحات وأودية كأننا لو حنا في وادي حنيفة، صح، بأشجار محلية تساهم بشكل كبير على البيئة، صح. يعني هلا بديت تفك الرموز بالنسبة لي فعلا. احنا ترى على فكرة هالأشياء احنا نشوف الطويق ونشوف وادي حنيفة ونشوف، فجمعوها بشكل فاخر. على سبيل المثال عندنا هذه الساحات الداخلية كأنها بطن الحوي، صح، تساعدنا على بيئتنا. يا اخي احنا ما رحنا بطن الحوي، سمعتها في الدرعية، في الدرعية، صحيح، ايه، اللي هي الساحة او الحوش الداخلي، صح، في البيوت السكنية، تعطي خصوصية بنفس الوقت تحميها من عوامل المناخ الموجودة عندنا. احنا عوامل المناخ اللي عندنا قاسية، جافة، وحرارتها عالية، فنحتاج مثل هذه الأحواج أو مثل هذه الساحات الداخلية موجود فيها تشجير يعطينا بيئة لطيفة مستدامة نقدر نتعايش فيها كمجتمع. مهندس محمد، وانت تتكلم انه فيا رياض استلهمت تصميمها في العمارة السلمانية من البيئة، فأنت تكلمت على بطن الحوي اللي سمعناه في الدرعية، تكلمت على أشجار وادي حنيفة، صحيح، ذكرتني بجلسة أدرناها في مشروعات في عصر خادم الحرمين الشريفين، وكانت الجلسة مع سمو أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبد العزيز بن عياف، كان يقول أول ما أنبنت الرياض جو يعني شركات عالمية لها باع طويل في التصميم، صحيح، وأعطوا عند منطقة قصر الحكم تصاميم و إلى آخره. الملك سلمان اختار هالعمارة اللي انت استشهد فيها الحين في الرياض، ففعلا يعني من أول ما بنت الرياض والملك سلمان من أول ما كان أمير الرياض الله يمتعه بالصحة والعافية، هو باني نهضة الرياض، وهو ما شاء الله تبارك الله يعني عاصر كل التوسع الرائع اللي احنا قاعدين نعيشه اليوم. اسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظه. كمعماري يا مهندس محمد، ماذا لفت نظرك في الرياض؟ طيب اول بالبدايه كمعماري نقدر نشوف تفاصيل جميله جدا تحاكي مثل ما ذكرنا قبل شوي جبال طويق، فهي تحاكي أساس نواة حاضنة اليمامة، ما راحت بعيد. وحالياً حنا في موقع يعد هو الموقع الأول للسعودية الأولى، فهو مهم جداً أن أنت تبقى مستمد بصالتك وتتوجه للمستقبل، صح. فنقدر نشوف الآن أحدث التكنولوجيات موجودة هنا من مواد إنشاء، من خامات إلى آخره، بنفس الوقت حافظ على المواد المحلية. يعني نقدر نشوف كل اللي موجود الآن أغلبها حجر الرياض، بيئتنا، في بيئتنا ما طلعنا منها. المواد اللي موجودة الآن، الخامات اللي موجودة، الأشجار الطبيعية، كلها تمثل بيئتنا، صحيح. فهذا هو الجوهر حقه في الرياض، مشروع متكامل ونوعي يمثل توجهنا المستقبلي في المملكة. كل المشاريع القادمة راح تمثل نفس هذا النموذج وأفضل. الآن في تركيز عالي
ومن سمو سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أن يعززون هذا الموروث وهذه الثقافة وينطلقون بنا للمستقبل. فهذا شيء مهم جدا لنا كمعماريين وتحدي في المقام الأول نقدر نساهم فيه فإن نطلع منتج جميل. معماري في الرياض، تكلمت عن عمارة سلمانية صحيح. وإحنا في الرياض صحيح. لازم أسألك عن ميثاق الملك سلمان المعماري. صحيح، ميثاق الملك سلمان العمراني يهتم بنواحي كثيرة معمارية وعمرانية، ويتسم بأساسه لست سمات فصائل، منها الأصالة، الاستمرارية، الاستدامة، محورية الإنسان، الابتكار وغيرها إذا ما كنت غلطان. ففي الأصالة نقدر نشوف الموروث الثقافي موجود حي، في الابتكار نقدر نشوف الإبداع والقامات اللي موجودة في هذه الكتل وتكوينها في بطن الحوي. وفي بطن الحوي لما نجي نتكلم عن الاستدامة، فمثل ما ذكرنا بطن الحوي نذكر التشجير الطبيعي المحاكي المحلي فيوفر لنا بيئة لطيفة. لما نجي نتكلم عن محورية الإنسان، أساس هذا المجمع كامل هو الإنسان وكيف حركته وكيف يقدر يتفاعل في هذه الفراغات. صحيح، ما راح بعيد عنها. فهذه بكل اختصار الميثاق السلمان وكيف يقدر يوفر لنا بيئة وتحدي كمعماريين صاعدين أن نقدم أفضل المنتجات المعمارية ونحاكي وطننا بأحسن صورة. المهندس محمد العودان، وأنت معماري، شكرا جزيلا لك. شكرا الله للحضور. يعافيك، الله يعافيك ويسلمك. أبد إن شاء الله أن تكون خطينا كل المحاور وتكلمنا فيها بشكل لطيف وأسرتنا بعد. الحمد لله، الله يوفقك. الحمد لله، آمين أجمعين. خلوكم معنا، بنروح للسينما. والفرح جدول مواعيد هنا، غني يا دنيا بتوقيت الرياض، للرياض احباب واولهم انا. الليالي اللي نحب عادت لنا، والفرح جدول مواعيد هنا، غني يا دنيا بتوقيت الرياض، للرياض احباب واولهم انا. ذكرى هنا ليالي الرياض ما عنها غنى. احنا في سينما فيا رياض، فيا رياض افخم مناطق موسم الرياض. السينما اللي احنا فيها الحين بحدثكم عنها شوي لانه في معلومات مغلوطه انتشرت ونبغى نصححها. السينما اللي احنا فيها الحين ما في مثلها في الشرق الاوسط، ما في مثلها في السعوديه. 7 قاعات مستوحاة من البيئة السعودية، فيها ويسس وفيها طويق، وحندخل ونوريكم. طويق من أجمل القاعات الموجودة عندنا بالتراث السلماني زي ما أنتم شايفين. صحيح. فجدا الأجانب كثير يحبون يجلسون فيها إذا جوا وزارونا في الرياض. إيش الخدمات اللي تقدمونها لواحد حجز عندكم وأخذ الصالة هذه؟ بالنسبة للحجوزات الخاصة، تجبرونه على الفيلم المعين ولا هو يختار أي فيلم؟ عندنا الحجوزات الخاصة هي طبعا تتميز بخصوصية تامة. مدة الحجز فيها 3 ساعات، الزائر يتحكم فيها بالمحتوى اللي يحب يشاهده، سواء كان فيلم، سواء كان بلاي ستيشن، سواء كان مناسبة خاصة بينه وبين الأهل والأصحاب، حابين يحتفلون بعيد ميلاد، مناسبة بينهم، مباراة تحب تشاهدها هنا يعرضونها لك. يعني ما هو حصري على الأفلام فقط. طيب إيش التقنيات الموجودة في القاعة؟ طيب التقنيات عندنا، الشاشات المستخدمة هي شاشات سامسونج أونكس. عندنا في سينما فيا رياض 2K و4K، هذا بما يخص الشاشات. أيضا في كل قاعة في 40 سماعة من نظام بنظام صوتي اللي هو دولبي أتموس. طبعا أكيد مع الصوت والصورة إذا اجتمعوا مع بعض بهذه التقنيات لك أن تتخيل جو المكان حيكون من أروع ما يكون، سواء كان مرئيا أو كان سمعي. طيب أول ما فتحتوا يا أستاذة فدا
عملتوا جاب كبير بينكم وبين الناس بسبب شائعات انتشرت انكم غاليين، الكرسي عندكم بعشر الاف، بل فيه ناس قالوا بثلاثين الف. صحح المعلومة. للأمانة هذه كلها معلومات غير صحيحة، الأسعار كلها عندنا بمتناول الجميع، وإحنا في النهاية يهمنا الزائر وأن تكون الأسعار بمتناول الجميع، إحنا نحب الكل يكون عندنا متواجد، فبالعكس أسعارنا جدا جدا في متناول الجميع. إيش حابة تقولين للزوار اللي يجونكم؟ والله حابة أن أقول لهم إنه سينما فيا رياض من أروع التجارب اللي ممكن تجون تقدرون تشوفونها في رياضنا الحبيبة، يعني من جودة، عندنا طاقم مدرب بأعلى المعايير لخدمة الزائر، جودة في الأكل، جودة في العاملين عندنا، الخصوصية، حنا كمجتمع سعودي نحب الخصوصية في كل شيء، فهالشيء يوفر لنا وفي بلدنا، فالحمد لله رب العالمين هالشيء صار عندنا، يعني ما نحتاج نروح ونسافر عشان صار خلاص عندنا كل شيء، صار موجود عندنا. اليوم عندنا يعني الشركات العالمية جت، عندنا عدد المسؤولين كبار، عندنا يعني عندنا عدد لا بأس به من الناس اللي يحبون الخصوصية، ما يحبون، يعني ما ودي أذكر الأسماء لأني أنا ترى أنا أحس أني جزء منكم، فأحترم خصوصية الأشخاص، ولا أنا أعرف أن فيه مشاهير في العالم يجون في خصيصا لسينما فيا رياض ويعيشون تجربة، يعني تجربة ساحرة في هذا المشروع السعودي المفخر. صحيح، والحمد لله هذه نقطة أستاذ صلاح ذكرتها وأشكرك عليها، أن احنا عندنا زي المشاهير اللي أنت ذكرتهم بغض النظر عن ذكر الأسماء مبسوطين جدا لهذه الميزة عندنا، أنه ما في لا جوال يرفع إذا جو حضروا فيلم، ما حد يصورهم، يدخلون ويطلعون بكل حب واحترام بدون ما ينزعجون من تصوير، من أحد يستوقفهم. أنا أتكلم عن جوا إطار السينما، ما أتكلم عنه. فالميزة هذه ولله الحمد موجودة عندنا، العاملين كلهم عارفين عنها ويطبقونها بشكل يومي وعلى طول، بالذات مع المشاهير حميا. القاعات كم تستوعب لو نأخذها سريعا؟ عندنا القاعة، هي عندنا الأرقام تتفاوت من قاعة واحد إلى قاعة سبعة، عندنا واحد فيها ثمانية أسرة لأنها عبارة عن تصميمها مختلف، قاعة اثنين تقريبا 16، تتراوح بين 16-18، قاعة سبعة هي أكبر كاباسيتي عندنا إلى 22 مقعد. بس هي سبعة عامة، يعني لو أحد يبغى يجي الوحدة يحجز على سبعة، صح؟ أي نعم، هي تقدر عامة وتقدر خاصة على حسب، لو في حجز جانا على سبعة وتبغونها كاملة نحجزها، ما في مشكلة. لكن هي لو جاء حجوزات يعني هي للعامة، سبعة للعامة. سبعة للعامة؟ نعم سبعة للعامة، يعني يقدر شخص يجي يحجز، نعم، له كرسي ويشوف من واحد إلى ستة للحجوزات الخاصة. نعم. أختي فداء الملحم، مدير رئيس التجربة في سينما فيا رياض، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا فيكم، يعطيك العافية. والله من ناحية جيت استكشاف، يعني أشوف، يعني أول مرة أنا أجي طبعا، فكيف عرفت الموضوع؟ من ضمن مواسم الرياض، من ضمن يعني مجمعات افتتاح مواسم الرياض. زائر صراحة من جدة، فجيت دخلت التيك توك أقلب وحصلت في التيك توك وجذبني صراحة، فالشيء اللي شفته أنا أحسن من التيك توك الصراحة. طبعاً الناس كثير يعني تكلموا عنه، وما شاء الله السناب والإعلام، ويعني وصل ما شاء الله الشرق الأوسط كله، وخصوصاً الحين في موسم الرياض أحس حيكون المكان مرة عنده فايبز جديدة، ما حتكون زي أي مكان ثاني صراحة. يعني أنا أول مرة أزورها، يعني أنا كل سنة لي زيارة للرياض، فهاي السنة أول مرة أزورها، فصراحة المكان جميل جدا، يعني كتصميم، يعني من تصميم، من ديكور، يعني من الأماكن اللي صدق عيبتني صراحة. هذه أول مرة أنا أجي لفيا رياض بشكل أجمع. اللي عارف موسم الرياض من السنة اللي طافت اللي أنا حضرت، صرت بوليفارد سيتي، بوليفارد وورد، لكن فيا رياض شيء جديد علي. هو أنا مقيم في الرياض، بس ما شاء الله يعني نحب نزور المناطق السياحية في الرياض، ويعني فيا رياض يعتبر مكان جديد يعني، وحابين نطلع عليه ونشوفه. يعني ما شاء الله المكان فخم وراقي يعني، وبيعكس روح الرياض يعني والحياة بالرياض يعني. ما شاء الله يعني مكان لاكشري وكثير حلو، ويعني إذا واحد يبغى رواق وكذا بيجي هنا، وما شاء الله يعني بنشوف رياض جديدة ورياض عصرية ورياض حلوة.
الحب غالي ليالي نجد للمحبوب طيبي أمانة نور عيني يا ليالي ليالي نجد للمحبوب طيبي أمانة نور عيني يا ليالي ليالي نجد ما مثلك ليالي ليالي نجد ما مثلك ليالي. أبعطيكم معلومات مهمة عن هذا المشروع السعودي الفاخر بيا رياض. فيا رياض مبني على مساحة 128 مساحة كلية 128,000، مسطح البناء 76,000، في فيا رياض 16 مطعم عالمي، بعض هذه المطاعم أول مرة تدخل للشرق الأوسط، معناته إحنا في السعودية سباقين للوجهات العالمية للمطاعم. في فيا رياض 26 ماركة، بعض هذه الماركات ما تشوفونها إلا في فيا رياض في السعودية أول مرة تدخل الشرق الأوسط. بعض هذه الماركات أيضا ما دخلت السعودية من قبل، ما هي موجودة إلا في فيا رياض. فيه فندق عالمي فاخر، عشان أثبت لك أنه فاخر رئيس دولة يجي يسكن فيه عادي. الفندق هذا فيه 83 مفتاح، الغرف منوعة بين سويت وبين غرف وبين غرف أخرى. نجي للموضوع الهام جداً إن لم يكن الأهم، واللي هو خلق وظائف للمواطنين السعوديين في مشروع فيا رياض، أحدث وجهة فاخرة في العالم. أعطيكم نبذة بسيطة، المشروع فيه يزيد ينقص أكثر أقل من 1100 موظف، عدد السعوديين فيهم 65 إلى 75%، ومعي نموذج جميل وشغوف وجدير بأن يذكر قصته لنا. يعني بدأ على أيام الجامعة في الفنادق، بعدين تخصص في الفيزياء في البكالوريوس، وبعدين أخذ فيزياء طبية نووية في الماجستير، وجاه عرض من أحد الفنادق. حياك الله خالد. أهلا وسهلا، شكرا للاستضافة أستاذ صالح. أهلا خالد، قصتك بصراحة جميلة، ودي أنا أعرف إيش وظيفتك في الفندق اللي في جوه فيا رياض. حياك الله. حاليا أنا مساعد مدير المكاتب الأمامية ومدير المكاتب الأمامية بالإنابة. بدأت مسيرتي دراسة الماجستير والبكالوريوس في تخصص الفيزياء، وهو شغف أيضا أحبه أنا، العلوم بالنسبة لي محببة جدا. نهاية 2016 بالصدفة وجدت نفسي في أحد الفنادق، ووجدت عرض وظيفي أني أعمل فيه. بديت كموظف استقبال، جاتني العروض، ترشحتني أكون معلم، طلعت للتعليم، ولكن لا زال شغف الفندقة هناك. الفندقة لا زالت في دمي. أوكي. 2016؟ من 2016. أوكي. كانت الفكرة أنه وجود الترقيات ووجود السلم الوظيفي الواضح والمستمر بشكل متسارع وكبير خلاني أرجع مرة أخرى. 2016 بدأت كموظف استقبال، واليوم أنا مدير قسم، والحمد لله لازلت يعني أرى نفسي محب للقطاع، وأرى أن القطاع قاعد يتطور بشكل كبير جدا ما يسمح بالتطور لي ولزملائي ولكل السعوديين الموجودين معنا. أنا حاليا 28 عام ما شاء الله، مدير قسم، أطمح يوم من الأيام إن شاء الله أن يكون مدير فندق. من الفندق هذا نجيك إن شاء الله، وإذا الله أحيانا وأنت مدير فندق. بحول الله، بحول الله عز وجل. ومدير الفندق الجميل اللي موجود اليوم مكانك إن شاء الله نشوفه وزير. بإذن الله عز وجل. الله يوفقك. الله يرزقك. بارك فيك. أنا سعيد جدا وحريص أني كنت أسجل مع واحد نموذج سعودي رائد مثلك، تجربتك يجب أن تروى في الشارع السعودي. شكرا. شكرا. خالد القرني، مساعد مدير المكاتب الأمامية في الفندق الفخم جدا في فيا رياض. شكرا لك. شكرا لك استاذ صلاح. اهلا وسهلا. انا الحين مع ماجد البخيت، وهو شيف سعودي في احدث وجهة فاخرة في العالم. احنا في مطعم، المطعم هذا عالمي، مش موجود في الشرق الاوسط الا في السعودية. ماجد البخيت، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والعافية. شرفتني. شرف لي. نحكي في مشروع فيا رياض انه خلق
ليس فرص عمل للسعوديين بل فرص عمل يعني فريدة وذات مدخول يعني جدا مناسب لك. كيف اخترت الدخول في مجال الشف يا ماجد؟ صحيح طبعا بالنسبة للمجال هو في السعودية قد يكون يعني ما هو شيء الناس متعودة عليه، ولكن في السنوات الأخيرة تقريبا خلال 3 أو 4 سنوات اللي راحت صار في عدد كبير جدا من السعوديين اللي يتجه للمجال هذا اللي هو الضيافة، سواء فنون الطهي أو الضيافة. أنا بديت في المجال من 2015 كنت في كندا وقتها، ووقت دراستي هناك بكالوريوس في مجال مختلف تماما لأني اشتغلت في مطعم فترة بسيطة، ومن بعدها سبحان الله خلاص في نفس المدى. نعم صحيح. طيب يعني معناته أنا بتوي بسألك أقول لك ليش اخترت تصير شيف؟ معناته أنت شغلك في كندا هو اللي خلاك تكمل في السعودية. صحيح بالضبط، خلال إقامتي في كندا لما اشتغلت في مطعم هناك هذه كانت البداية. طيب أنت أي رتبة؟ أنا حالياً المنصب اللي أو المسمى الوظيفي اللي هو سوشيف أو اللي هو طاهي مساعد يعني للشيف التنفيذي. لو نحكي على رينج الرواتب يعني بشكل بدون أرقام، يعني يبدأ الشيف بكم وأعلى سقف يصل إلى كم؟ نعم طبعاً اللي توه بادي في المجال يعني ما له سنة سنتين ممكن تكون الرواتب حول 7000 تقريباً، ومع الخبرة ومع السنوات تزيد وتوصل يعني حتى ممكن إلى 30-40-50 ألف. ما شاء الله. نعم صح. والله رواتبكم مغرية يا ماجد. ما شاء الله الله يزيد ويبارك. اللهم. هل ماجد التحق ببرنامج رواد السياحة؟ نعم التحقت فيه. نعم التحقت في برنامج رواد السياحة. الماجستير ولا الأسبوع؟ لمدة أسبوع كان. دورة. أي دورة مكثفة خلال أسبوع كانت في إسبانيا، وعندهم برضو وجهات في سويسرا وفرنسا وبريطانيا. والحمد لله استفدنا منها شيء كثير يعني. وعززت شغفك. نعم نعم كان لها فائدة جدا كبيرة. بيض الله وجهك يا ماجد، شرفتني. شرف لي. فخور والله أنه فيا رياض قدم شباب سعوديين بهذا المستوى من الرقي في الوظيفة، والحمد لله أنك لقيت شغفك. الحمد لله. وجهة فاخرة في العالم، وجهة سعودية، مشروع فخم ويليق بنا كسعوديين. ورحب بالمهندس حمد الدوسري مدير ممتلكات فيا رياض. حياك الله مهندس حمد. الله يحييك استاذ صلاح. مهندس حمد الله يسلمك، وش هالمكان الزين ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله زاد جمالا حضوركم. الله يسعدك ويطول عمرك. لو ناخذ معلومات اولية منك كمدير مشروع، كم المساحة، كم الطاقة الاستيعابية؟ أولاً مشروع فيا رياض هو مشروع مستدام مملوك لشركة صلة، الآن افتتح في استقبال الزوار من شهر ماي اللي هو شهر 5 ميلادي 2023 حتى هذه اللحظة. مساحة الأرض ككل أكثر من 128 ألف متر مربع، لكن المسطح البناء تقريباً 76 ألف متر مربع. مشروع فيا رياض يضم 5 عناصر أساسية اللي هي أهم عناصر. أول عنصر اللي هو أول فندق في السعودية سانت ريجس، العنصر الثاني هي التي هي المطاعم والكافيهات، العنصر الثالث اللي هو محلات قطاع التجزئة، العنصر الرابع اللي هو أفخم سينما موجودة في المملكة العربية السعودية، والعنصر الخامس اللي هو في أمريكاتو أكبر صالة مطاعم موجودة تحت سقف واحد. طبعا كل عنصر من العناصر هذه يتميز بمميزات غير موجودة في أي مكان آخر. لو نتحدث عن الفندق، فندق سانت ريجس يعتبر أول فندق سانت ريجس في السعودية افتتح. المطاعم تعتبر أعظم، معظم المطاعم أو أغلبها أول مرة تدخل المملكة العربية السعودية، بل ومعظمها أول مرة يدخل الشرق الأوسط. معظم المطاعم حاصل على تصنيفات وجوائز عالمية. نرجع للعنصر الثالث اللي هو قطاع التجزئة، معظم البراندات الموجودة
أول مرة تدخل السعودية المملكة العربية السعودية، كلها تجمعت تحت سقف واحد وتحت مظلة واحدة. وأنا سمعت إنه بعض المطاعم وبعض الماركات مش موجودة حتى في الشرق الأوسط. صحيح، هي في السعودية فقط. صحيح. مستوى الفندق اللي أنت تكلمت عنه ممكن يستقبل إلى رئيس دولة وفريقه يسكنون فيه بالراحة. صحيح. صح؟ إيه نعم. جميع الأسعار في المتناول. يعني حنا نستقبل باليوم آلاف الزوار في فيا رياض. جميع الأسعار في المتناول والجميع يعني. صح حنا مركزين على فئات معينة اللي هم ضيوف الدولة وما إلى ذلك، لكن كموقع يستقبل جميع فئات المجتمع، بالعكس مرحب فيه. اللي عجبني الله يسلمك، عملت لقاء مع مصمم معماري، ودائما المعماريين يأخذونك إلى زوايا حل الفيا رياض. يعني وإحنا ندور قام يقول شوف الطراز المعماري اللي هو السلماني، طراز السلماني، بعدين هو أعطانا ميثاق الملك سلمان، وقام يسقط يعني قام يقول شوف يعني كأنه جبل طويق، بعدين البهو وإحنا فوق في الدور الثاني يقول يذكرك ببطن الحوي اللي في الدرعية، بعدين التشجير الرائع هذا يقول كأنه مستوحى من أشجار وادي حنيفة. اللي أبغى أوصل له إنه هالمشروع يمثلنا إحنا، هو مشروع فائق الفخامة ولكنه أمام الزوار العالميين يبين إنه هذا مستوانا يا السعوديين، وهذه الرسالة اللي إحنا نبغى نوصلها. صحيح. لو لاحظت في كل زاوية من زوايا المشروع تلاحظ قطعة فنية موجودة. صحيح. فتعكس جمال وروعة المشروع. تجي في زوايا المشروع من ناحية النوافير، المسطحات الخضراء، المسطحات المائية، تجد صورة جمالية تعكس جمال المشروع. كم عدد الموظفين اللي في فيا رياض؟ كموظفين طبعاً كامل الـ 24 ساعة قرابة 1600 موظف على مدار 24 ساعة، يعني مقسمين إلى شفتات لتسهيل خدمة الزوار وجودة تقديم اللي هو الجودة للزائر. عن عيالنا وبناتنا الموظفين عندكم كم نسبتهم؟ نسبة كبيرة كلهم سعوديين، يعني أنا أتكلم كإدارة مشروع في رياض كلهم سعوديين. ما شاء الله. يعني اللي أنا سمعته إنه 70% من الرقم اللي أنت قلته سعوديين. صحيح. Most of them سعوديين. ما شاء الله. يعني معظم زوارنا هنا ومعظم موظفينا هنا سعوديين، من إدارة فيا رياض إلى إدارة المطاعم. يعني لو لاحظنا إدارة المطاعم، في إدارة الفندق، في إدارة المحلات التجارية، معظم الإداريين اللي هم ماسكين ذا سعوديين. مهندس حمد الدوسري وهو مدير ممتلكات مشروع فيا رياض، شكرا لك، شكرا لحضورك، شكرا للمعلومات الزينة، شكرا لأنه منحتوا برنامج الشارع السعودي هذه التجربة اللي ما راح تنسى. بالعكس، لنا الفخر ولنا الشرف باستضافتكم هنا في مشروعنا. الله يحييك، محلكم ومكانكم. الله يطول عمرك. في شيء أخير أبغى أقوله، إنه الهدف الأساسي من وجودنا في فيا رياض، صحيح إننا نفتخر بمشروعنا إحنا السعودي، صحيح إنه نبغى نباهي ونفاخر به بين كل دول العالم، لكن إحنا وعدنا جمهورنا أن نكون المصدر الموثوق لهم للمعلومة. سمعت المعلومات من حمد والسينما والفندق، فهذه هي المعلومات اللي من حقكم علينا أنكم تأخذونها من قناتكم، قناة السعودية. شكرا مهندس. شكرا لك. الله يحفظك. بيض الله وجهك. وجهك طال عمرك. الله يسعدك. الله يسعدك. I have a very good colleague with me here tonight, and we decided we are celebrating some success which we achieved. So he advised that this is one of the nicest place to come in Riyadh, and we walk around, we maybe have some nice food, and we enjoy the fantastic new summer air. There's like different kinds of designers, local and international designers, that definitely I would like to try and to see what they have and to try everything that is here. It's better at this time of year because you can sit outside. But yeah, it's excellent, and it's got it's high-end food, and I suppose for having coming to the region for many years, the serving staff and that aren't as typical as you find in restaurants outside. Most luxury brands are bringing from over the world, luxury restaurants, boutiques as well, luxury marketplace. So it's a place to be really to spend a nice time also with the family or just having a nice dinner.